الصبح الأول. صباح، كيفي؟ تمام. صاحب البيت عم بيطلب دولار وانا ما بقدر امن من السوق. البنك رحت على البنك ما عطاني، والمعاشات نزلت لنص القيمه، وكل شيء الاسعار كلها ارتفعت، ما قادر اني بقى كفي. يعني الحياه صارت كثير صعبه، صار المعاش يعني اقل من اجار البيت. قانون النقد والتسليف واضح، المادة 192 واضحة، اللي ما رح يقبل بالعملة الوطنية يعني عم بيعرض حاله للعقوبات. بسبب غياب الرقابة خلقنا إطار من الفوضى كتير كبير. الأمر على هذا النحو إذا مكفى هيك أكيد في العديد من الأعمال يلي بدها توقف، وفي كمان مشاكل قانونية رح تخلق بشكل كتير كبير.